سنة 2015 اتصدم الوسط الفني كله برحيل الفنانة ميرنا المهندس، واللي قضت حياتها كلها في مشاكل وصعوبات ما تخطرش على بال حد. وصيتها أبكت ملايين المصريين، وطفولتها الصعبة سبب في رحيلها بشكل حزين، ورفضت تتجوز حب عمرها عشان تعبها وتشخيص خطأ السبب في تدمير حياتها. سابت الفن وحفظت القرآن كامل، واتهموها بأنها سبب طلاق أنغام وفسخ خطوبة مي كساب. حكايات غريبة وأسرار هتعرفها عن الراحلة ميرنا المهندس، وهل فعلا والدتها خلصت على والدها وأخوها اتحبس في قضية ممنوعات؟ ميرنا اتولدت سنة 1978 لأسرة ملهاش علاقة خالص بالوسط الفني، واسمها الحقيقي ميرنا عبد الفتاح محمد رجب. من صغرها وأبوها وأمها كانوا حريصين إنها تتعلم أحسن تعليم، عشان كده دخلوها مدارس أجنبية ودرست باليه لمدة 6 سنين، وبعدها دخلت معهد فنون مسرحية. ولقب المهندس كان نسبة للمخرج أحمد عبد السلام المهندس، اللي اكتشف موهبة ميرنا ودخلها عالم الإعلانات وهي عمرها لسه 9 سنين. ميرنا من صغرها بتتمتع بموهبة كبيرة وملامح جذابة خلتها الخيار الأول للمخرجين رغم صغر سنها، وشاركت في عدد كبير من الأعمال زي مسلسل ساكن وصادي، واللي لعبت فيه دور بنت سناء جميل، وشاركت بعدها في مسلسل أرابيسك ويوميات ونيس وأهلينا وغيرهم كتير. في بداية الألفينات ذاع صيت ميرنا وبقت مطلب لكل المخرجين، لكن اللي حصل إن في عز نجاح ميرنا وشهرتها اتصابت بداء خطير، لدرجة إن وزنها وصل 38 كيلو بس، وعملت عمليات كتير كلها فشلت، وده كان بسبب تشخيص غلط ليها من دكتور، ونتيجة للأدوية اللي كانت بتاخدها جالها التعب ده. وفضلت ميرنا تتعالج فترة واعتزلت في عز شهرتها ولبست الحجاب، وبعدها لبست النقاب وحفظت القرآن كامل، لكن قدرت ميرنا تنتصر على تعبها في الفترة دي وترجع للتمثيل والفن من تاني. ومن وقت رجوع ميرنا وتوجهت ليها تهم كبيرة من بعض الناس، زي إنها سبب في طلاق المطربة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي فهد، وبعدها برضو اتهموها إنها سبب في فسخ خطوبة مي كساب من خطيبها الرائد سعيد جميل. وكل الأخبار دي كانت كفيلة إنها تصيب ميرنا باكتئاب مزمن وترجع تاني تقفل على نفسها وتقول إنها مش مسامحة كل اللي بيطلع عليها الشائعات دي. تعب ميرنا ما كانش الأزمة الوحيدة اللي بتواجهها، لا دي واجهت مشاكل صعبة جدا من طفولتها، زي إن والدتها منى خلصت على أبوها في ظروف غامضة وسلمت نفسها للبوليس، وبعدها فترة بسيطة اتقبض على أخو ميرنا بممنوعات، والاتنين اتحبسوا، وفضلت ميرنا تكافح في الحياة لوحدها، لدرجة إنها في لقاء ليها قالت إنها كانت بتسافر تتعالج وترجع لوحدها، وكانت بتعاني من وحدة شديدة جدا. ورغم كده قررت ميرنا إنها ما تستسلمش، ورجعت تاني لنجوميتها وقدمت عدد كبير من الأعمال زي فيلم أيظن والعيال هربت والأكاديمية، وأخيرا فيلم زوجاك سنة 2015. ده كان آخر أعمال ميرنا في مشوارها الفني كله. ميرنا عاشت قصة حب كبيرة جدا مع أمير شاهين أخو الفنانة إلهام شاهين، واللي تعرف على ميرنا في تصوير أحد أفلامها. وميرنا وقتها كانت بتعاني من الاكتئاب والتعب، وحالتها كانت صعبة جدا، رغم كده أمير فضل جنبها ودايما كان بيتكلم عن حبه الكبير ليها، وفي عز تعبها عرض عليها إنه يتجوزها، بس ميرنا رفضت وأصرت على قرارها. ورغم كده أمير فضل معاها وكان بيراعيها ورفض إنه يسيبها أو حتى يتجوز وقتها. وفضلت ميرنا تواجه رحلة تعبها بين أوروبا وألمانيا، وعملت عمليات كتير بس كلهم فشلوا، عشان تتحجز في المستشفى في آخر أيامها ويتمنع عنها الزيارة نهائي. وهنا حست ميرنا إن خلاص أجلها قرب، فكتبت وصيتها، وهي إن أي حد زعلان منها يسامحها، وإنها مش عايزة أي حد يعيط عليها، والكل يدعي لها ويفتكرها بالخير. والغريبة إن في آخر أيام ميرنا حذفت كل الأرقام اللي على تليفونها، وحالتها النفسية كانت وحشة جدا، وده لأن في رحلتها كلها ما كانش حد بيسأل عليها نهائي، وكل الفنانين صحابها كانوا بيتجاهلوا تعبها.